عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا تلميذة ميم المنفوذي من تلاميذ مدرسة المعرفة الإسلامية القادرية إليوب مبيبو كانوني، ميونغوني منفوذ ومدرسة المعرفة الإسلامية القادرية إليوب مبيبو كانوني. يقال لي ميم نايتوا أسنات بنت رزيك، أسنات متوتو عزيك التي تحت قيادة الشيخ أحمد بن قاسم سيغومبا، مدرسة أمباي بوشيني وونغوز والشيخ أحمد بن قاسم سيغومبا، وهو سماحة الشيخ دائرة مبراهاتي نين محشمي والشيخ وقاتا يمبراهاتي بالتعاون مع أستاذي ويني بن خميس وكسيديانا بموجنا أستاذي ويني بن خميس. وقفت أمامكم كي أقرأ عليكم مادة الأخلاق، نمسمم أبا مبلينو إلي نواسمييني صوم الأخلاق. طاعة الأستاذي كمطي أستاذي، أستاذك هو معلمك، أستاذي واكو نيو ملمواكو، وحق الأستاذ على تلميذ نحق ذا أستاذ جوه منفوذ. أقبل من حق والديه نكوب أمنك لكو حكي ذا ززواويلي، لأن والديه ربيان جسمه وسباب ززواويلي ونكولي أويوك مويلي. والأستاذ نا أستاذي يربي روحك وعقلك، أنا كل أويوك روحنك يأكيلي الذين بهما يكون إنسانا. Basi ni wajibu juu ya kila mwanafunzi taatul ustadhihi, kumtii ustadhi wake. Wa mahabbatuhu, na ampende ustadhi wake. Wa an yukadimahu fi kulli shay'in, na amtangulize ustadhi wake katika kila kitu. Wa la yukhalif amrahu, na wala sipinge amri zake. Wa la yukhdhab in adabahu, na wala sikasirike pindi atakapoadabishwa na ustadhi wake. Wa ma alaina illa albalaghul mubin.